مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال الجوية. الطقس بشكل عام حار وجاف، رياح نشطة في المناطق الوسطى والشرقية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، لكن الحرارة معتدلة بشكل عام في المناطق الشمالية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. وعلى الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن المناطق الوسطى والمناطق الشرقية ستتعرض لرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة أجواء لطيفة إلى معتدلة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 24 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء حارة نسبيا ومشمسة في النهار في الرياض، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 36 درجة مئوية، بينما الأجواء لطيفة إلى معتدلة ليلا ودرجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح الأجواء في الرياض حارة أثناء النهار ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية، والأجواء معتدلة ليلا إلى حارة نسبيا، درجة الحرارة الصغرى بحدود 26 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 40، والأجواء أثناء الليل معتدلة إلى حارة نسبيا والصغرى المتوقعة 27 درجة مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا تقريبا في النهار، إسكاكا 33، لكن الأجواء معتدلة بالليل، الصغرى 20 درجة مئوية، تبوك العظمى 36 والصغرى 20، عرعر العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة بامتياز خاصة في مكة المكرمة، أجواء مشمسة وحارة، العظمى المتوقعة 40 والصغرى 26 درجة مئوية، المدينة المنورة العظمى 39 والصغرى 24، جدة 35 إلى 25، والطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء تقريبا معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكن في جازان حارة نسبيا، الباحة 26-17، أبها 28-15، جازان 35-27 درجة مئوية، حارة نهارا، حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا. المناطق الشرقية من المملكة أجواء تقريبا مغبرة وحارة نسبيا إلى حارة، الدمام 32-20، حفر الباطن 31-21، الإحساء 36-19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة نسبيا في النهار لكنها معتدلة ليلا، حائل 33-20، بريدة 34-23، والرياض 36-22 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب.